بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة رقم 18 وبنستمر نتحدث عن limits involving infinity. We talk more about asymptotes اللي هي بالعربي بسموها خطوط التقارب, اللي هي horizontal asymptotes خطوط التقارب الأفقية و vertical asymptotes خطوط التقارب العمودية. الأسيمتوتس مرتبطة بالإنفينيتي, عشان هيك احنا بدينا في المرة اللي فاتت نتحدث عن limits involving infinity. قلنا لك راح يكون نهتم بنوعين, الليمت as x approaches infinity بيطلع عدد, او الليمت لما x approaches a number the answer is infinity. واخذنا مجموعة حاجات لما كان في عندنا اقترانات كثيرة حدود, polynomial في البسط وpolynomial في المقام, او مرات بيكون في عندي algebraic function بيكون في جذر, مش شرط يكون polynomial جذر, بس تحت الجذر في عندنا ايش polynomial. وشوفنا في بعض الأسئلة طلعت الجواب ناقص من infinity ناقص infinity, قلنا infinity ناقص infinity كمية غير معينة indeterminate value, فحاولنا نحولها على شكل حاصل ضرب. الحاجة الثانية أيضا قلنا بنعتمد أحيانا على الرسم, يعني مثلا بعرف رسمة منحنى ومنها بستدل على الـ limits as x goes to infinity. ومن الأمثلة على الرسم أخذنا مثلاً limit لل e هو x as x goes to infinity, بطلع عندي من رسمة ال e هو x اللي هي بطلع على infinity بطلع infinity فوق, وعلى as x approaches minus infinity بطلع عندي zero. ومن الأمثلة الثانية على الرسم لو كان في عندنا شو limit, أيضاً example نكمل limit of tan inverse. tan inverse يعني ايش؟ بس مرات بسموها tan inverse بسموها arc tan. نعم. x as x approaches infinity. الان بدنا نرجع لرسمة مش التان اللي tan inverse. التان inverse اذا فاكرين رسمتها كانت بهذا الشكل. هاي الx هاي الy. كان في عندي حاطين تقارب واحد جاي هيك اللي عند ايش هذا؟ عند الباي على 2 ناقص باي على 2 ثم رسمة الواي يساوي تان انفرس اكس زي رسمة الواي يساوي اكس تكعيب بس جاي هنا بخط اكس يساوي واي تكعيب. هذه رسمة الواي يساوي تان انفرس اكس او ارك تان اكس. فشو اللي مثله tan inverse x as x goes to infinity تقترب من مين قيمة ال y؟ ما اعتبرها هذا باعتبارها كأنها y. شو ال باي على 2 نعم تساوي باي على 2. إذا فعلا الرسم بيفيدني كثير مرات في الإجابة على أسئلة تتعلق بالإنفينيتي. أيضا شو الليمت as x approaches minus infinity لا tan inverse x اللي هي سالب باي على 2. اعطيتكم المثال, اخر مثال اعطيتكم اياه اللي هو كان في عندي بدي احاول اطرح مقدارين طلع انفينيتي ناقص انفينيتي, اضطرينا شو نعمل؟ نوحد المقام. نوحد المقام مشان يطلع عندي, اذا في عندنا مثلا احيانا انفينيتي ناقص انفينيتي حولناها لحاصل ضرب زي اللي هي ليميت لل x قوة 4 ناقص x تربيع او x تربيع ناقص x او x تكعيب ناقص x. نعم. ثم حولناها كحاصل ضرب مقدارين, ثم في عندنا كان كسر ناقص كسر وحدنا المقام. ايضا في احيانا نضرب في المرافق. ناخذ كمان مثال, المحلتوه المثال انتم معكم للفرق بين اللي كان كسرين حلتوه ولا ما حلتوهوش؟ نعم. طيب بنحله الان بس للتاكد. في عندنا ليميت ايضا من الامثله ل x على x سكوير ماينس 1 او x سكوير على x زائد واحد ناقص x سكوير على x ناقص واحد as x approaches infinity. احنا لو عوضنا في البداية
لأن القوة في البسط أكبر من القوة في المقام. كتعويض راح يطلع عندي إيش؟ إنفينيتي ماينس إنفينيتي، وهذه كمية غير معينة، بقدرش أخذ هسا عامل مشترك اللي أحولها لحاصل الضرب. فلذلك الفكرة الثانية اللي بحط على شكل limit as x approaches infinity، بأخذ المقام اللي هو x زائد واحد في x ناقص واحد، بواحد المقام، بضرب الأول بصير عندي x تكعيب ناقص x تربيع ناقص x تربيع، بضرب هذا x تربيع في x، x تكعيب ناقص x تربيع، ماشي، ناقص x تكعيب ناقص x تربيع في ناقص x تربيع. الآن الحاجات اللي بتختصر مع بعض اللي هي عندي x تكعيب بتروح مع x تكعيب. شو بضل عندي بالسؤال؟ نعم، limit سالب 2 x تربيع على x تربيع ناقص 1 as x approaches infinity. في الحالة هذه القوة في البسط تساوي القوة في المقام، رأسا شو بنحط الجواب يساوي؟ نعم، المعامل هو سالب 2 على 1 وتساوي سالب 2، ماشي؟ إذا لأنه infinity minus infinity is indeterminate value، كمية غير معينة، فاضطرينا نحطها بهذا الشكل. في حدا بده شيء على هذا السؤال؟ احيانا بيكون عندنا زي جذر ايضا. كمان مثال limit جذر x تربيع زائد واحد ناقص x as x approaches infinity. ايضا لما اعوض راح يطلع عندي اللي هي انفينيتي ناقص انفينيتي. فشو بنعمل هنا؟ بنضرب في المرافق اساس نكون بسط ومقام واحد، منها نقدر نشوف اذا كان القوه في البسط اصغر من القوه في المقام الليمت زيرو. اذا القوه في البسط تساوي القوه في المقام الليمت شو يساوي؟ باخذ معامل في البسط على معامل في المقام، واذا كان ظلت القوه في البسط اكبر بيكون انفينيتي. فاذا هذه تساوي ليمت از اكس approaches infinity جذر x تربيع ناقص زائد واحد ناقص x، بضربه في جذر x تربيع زائد واحد زائد x. طبعا بضرب هذا المقدار في البسط والمقام، ماشي، بصير عندي في البسط يساوي الليمت، يعني نفس هذا المقدار ضربته في البسط والمقام، شو بصير البسط؟ x تربيع زائد واحد ناقص x تربيع على جذر x تربيع زائد واحد زائد x. طبعا as x goes to infinity. طبعا عندنا هان بيختصر الاكس تربيع مع الاكس تربيع مع ناقص اكس تربيع، شو بضل عندي في البسط؟ واحد، فصار واحد القوة في البسط أصغر من القوة في المقام، شو راح يطلع الجواب؟ بيطلع الجواب يساوي زيرو، بيطلع الجواب يساوي زيرو. ففي أسئلة طلع انفينيتي ناقص انفينيتي، مرة طلع انفينيتي، مرة طلع زيرو، مرة طلع ناقص اثنين، لأن هي كمية غير معينة. في الملاحظة التالية، الآن احنا مش كل دائما مش دائما نسأل عن الليمت as x approaches infinity، مرات بنسأل عن الليمت as x approaches minus infinity. بدها انه minus infinity بدها شوية انتباه على فكرة، فخليني اوضح يعني مثالين، وفي مثال بنحله بطريقتين. طريقة التعويض هي الطريقة الأسهل، يعني الكتاب حاله بطريقة بس في طريقة أسهل منها وأضمن هيك، اللي هي limit as x approaches minus infinity
لل e قوة ناقص x. شو تساوي الآن؟ أنا بعرف أرسم رسمة e قوة x. e قوة ناقص x بدي أرسمها بهذا الشكل. ممكن أرسمها e قوة ناقص x، يعني e قوة ناقص x راح تكون جاي بهذا الشكل. وأز x goes to infinity راح تكون جاي وين؟ infinity. ممكن الرسم أحلها، بس بدي أستخدم طريقة ثانية نستخدمها، هي التعويض. يعني بقول دائما بفضل أستخدم إيش؟ الزائد infinity بدل الناقص infinity. فلذلك أنا باجي على جنب بقول بدي أسمي t عبارة عن ناقص x. ليش؟ هسا لما ال x approaches infinity، t approaches لما x approaches minus infinity، t approaches what؟ infinity. فإذا في الأسئلة اللي فيها ناقص infinity من الأفضل، أنا بشخصين بفضل تحط بدال ال x تحط ناقص t ثم تتعامل مع ال infinity. طب شو بصير السؤال عندنا هام؟ بصير عبارة عن limit e قوة إيش؟ t as t approaches infinity. والاي قوة t ما نعرفها مباشرة رسمتها على السريع، شو تساوي هاي؟ infinity. المثال اللي بحكي عنه في الكتاب حاطين هذا المثال. شو الليمت؟ لا 2 اكس تربيع زائد 1 على خليها زائد اكس على اكس ناقص 3 لما اكس approaches infinity. شو القيمة هذا رح تطلع عندي؟ زي ما أخذناها، أكبر إيش في قوة، أكبر قوة في البسط والمقام اللي هي إيش؟ x. فذلك الجواب مباشرة ممكن نحطه، شو يساوي هذا؟ اللي هو من الجذر 2 x تربيع لما نقسم على x، على x البسط والمقام، وكأني داخل الجذر بقسم على مين؟ على x تربيع، راح يطلع الجواب جذر 2 زائد 1 على 1 اللي هو معامل x. هذا حلنا احنا. اللي هي هذا كيف نوصل له؟ بعد القسم على مين؟ على x البسط والمقام. طبعا بقسم هذا على x وهذا على x وهذا على x وهذا على x. ولما لما اقسم الجذر على x بدي ادخل ال x جوا الجذر وكاني قاسم على x تربيع جوات الجذر. طيب لو كان السؤال الان شو الليمت as x approaches minus infinity؟ لا جذر 2 اكس تربيع زائد 1 زائد اكس على اكس ناقص 3. الكتاب حالها بطريقة بقول انه دائما الجذر التربيعي للاكس تربيع هي القيمة المطلقة لاكس، والقيمة المطلقة لاكس اللي هي تساوي اكس اذا كانت اكس موجبة، وناقص اكس اذا كانت اكس سالبة. أنا لما اقترب x من ناقص infinity قاعد بحكي عن القيم ايش؟ السالبة. فتحل بهذا الشكل تساوي الليمت as x approaches minus infinity. لا هسا بدي اقسم الجميع على مين؟ على x تربيع. هنا حط ناقص جذر 2 زائد 1 على x تربيع، وظل هنا زائد 1، هذا بعد القسم على x، على 1 ناقص 3 على x. يعني قسمت الجميع على x، بس انا احكي هان عن x سالبه، محل الجذر التربيعي هذا لانها x سالبه كقيم مطلقه يساوي ناقص هذا المقدار. اللي هي راح تطلع في النهايه ايش هتساوي؟ ناقص جذر 2 زائد 1 على 1. هي السؤال نفسه، أنا ما غيرتش فيه.
فقط انه انا لما قسمت بالنسبه لجذر التربيع لان اكس سالبه اخذت ناقص القيمه الموجبه لكل الجذر، بس للجذر، البقيه ظل زي ما هو. نعم، لانه بس الجذر للاكس تربيع يساوي القيمه المطلقه لاكس، اللي فيه له قيمه اكس موجب واكس سالبه، بس البقيه بتضلها زي ما هي. الطريقه الافضل يمكن هيك، يعني يمكن الطالب يرتاح لها اكثر في هذا الحل للجزء الاخير، لو عملت التالي زي ما حكيت قبل شويه. يعني هذا مش حال الكتاب، بس انا بقترحها لكم لانها هيك بتطمن الانسان اكثر. الان انا بفضل التعامل مع الانفينيتي بدل الماينس انفينيتي. فشو بفرض الاكس؟ التي، بفرض التي تساوي ناقص اكس، بخل السؤال كلياته بدلاله مين؟ بدلاله تي. فبصير عندي بصير الليمت as t approaches infinity لا راح يكون عندي هنا جذر هسه السالب، لا ما هي سالب t لما ربحها بتضلها t تربيع. بصير عندي ايش؟ 2 t تربيع ما تغيرتش، زائد 1 ناقص t على ايش؟ ايضا الاكس اللي هي ناقص تي ناقص 3، اللي هي شو راح تطلع عندي؟ هاي تساوي جذر 2 مظبوط ناقص 1 على ناقص 1. اضرب البسط والمقام في سالب 1 بيطلع عندي سالب جذر 2 زائد 1. واعتقد هذه الطريقة جاية يعني اسهل، وهيك واحد feel more confident انك تغير تعريف الجذر لموجب وسالب. من الافضل انك حولها لمين؟ حولها ل حط محل التي تساوي ناقص اكس وتعامل مع الانفينيتي، بصير فيش مشكلة السالب بالمرة، دائما تزبط طبيعي يعني. لانه substitution always work. طيب الآن نيجي لفكرة الأسيمتوتس. يعني اللي هي ضمن هذا السكشن أيضا نحكي عن الأسيمتوتس. أسيمتوتس A S Y بخط ثاني هي. اللي هي خطوط التقارب. عادة المنحنى عندنا الليمت للإف اوف إكس as X approaches to مثلا from the right يساوي infinity. هذه بقدر بشكل هندسي geometrically يكون بالشكل التالي. عند هاي الواحد، هاي اثنين، هاي اثنين، لما اقترب للاثنين من اليمين القيمة اف للاكس، اف للاكس اللي هي مين؟ واي، تقترب من المال نهاية. يعني لما اجي جنب الاثنين يعني هيك اخذ 2 1 في الالف، شو قيمة واي راح تكون جاية؟ فوق، كبيرة، يعني عالية. بس كمل الخط فوق، فقيمة واي راح تكون جاية كأنها نقطة. فإذا يعني كان عندي 2 من اليمين جاي فوق، فالمنحنى بده يكون جاي مش مجال يكون جاي بهذا الشكل. على فكرة لو كان انحناء وجاي هيك شو راح يصير فيه؟ كل ما اقترب بده يدخل خط التقارب. فخط التقارب اصلا عند الاكس تساوي 2 راح يكون الاقتران غير معرف، يعني فيش قيمة لـ 2 الا اذا حطيت نقطة جاية على الخط نفسه.
بس فكرة انه limit as x approaches to from the right infinity اللي هي لما اقترب للاثنين من اليمين بده يكون قيمة y come closer. closer معناه احنا راح يكون بهذا الشكل. او مرات ممكن اكتب على هذا الشكل limit للy لما الx تقترب للاثنين من الموجب او السالب يساوي infinity. طلع شو صار في عندي الy مع مين مرتبطة؟ مع الانفينيتي. شو ظل عندي هنا؟ x مع مين مرتبطة؟ مع الاثنين. هنا دائما بنقول الآن x يساوي 2 is asymptote خط تقارب. ولأنه جاي ال x يساوي 2 مستقيم بوازي محور الصادات بيكون ايش؟ حطوا بين قوسين vertical. يعني الآن أنا عندي الليمت للواي لما الإكس تقترب من الاثنين من اليمين يساوي إنفينيتي. الواي مرتبطة مع الإنفينيتي والإكس مرتبطة مع التو، إذا إكس يساوي تو راح يكون دائما أسيمتوت. بعد ما أحدد إنه أسيمتوت، مش من البداية تقول إنه فيرتيكال ولا هوريزنتال، إكس يساوي تو أسيمتوت بما إنه يوازي محور الصادات، إذا إيش؟ فيرتيكال أسيمتوت. الآن هذا الشكل. الشكل الآخر الليمت للإف اوف إكس مثلا as x approaches infinity يساوي مثلا 3. احنا محل إف اوف إكس شو بنحط؟ حطينا قبل شوية حطينا y، فصار يعني الليمت للواي لما الإكس تقترب من المالانهاية يساوي 3. طلع الإكس ارتبطت مع المالانهاية، شو ظل معي؟ الواي ارتبطت مع الثلاثة. استنتاجنا الآن إذا واي يساوي 3 أسيمتوتس. طيب هسا واي يساوي 3 راح يكون يوازي محور السينات، إذا بين قوسين هوريزنتال. إذا الهوريزنتال والفيرتيكال اسيمتوتس مرتبطات بالليمت اللي فيها انفينيتي. واحدة حاجتين، مش ثنتين انفينيتي أو ثنتين أعداد. إذا الرقم هنا عدد وهنا عدد فيش اسيمتوت. إذا هنا انفينيتي وهنا انفينيتي فيش اسيمتوت. حتى يكون اسيمتوت لازم تكون في عندي هنا انفينيتي وهنا رقم، أو قبلها هنا رقم وهنا إيش؟ انفينيتي. واحد بعطيني الفيرتيكال اسيمتوت، واحد بعطيني الهوريزنتال اسيمتوت. فلذلك دائما لو واحد بقول لك اعطاك فانكشن هسه بنشوف كيف اوجد الاسيمتوتس، بتطلع دائما مين لما اكس جوز تو انفينيتي شو قيمه الواي راح تكون اسيمتوت، وايضا لما اكس بتروح لايش اللي بتعمل لي انفينيتي. عاده اللي بيعملوا انفينيتي في الناحيه الثانيه اللي هو لما يكون المقام صفر بس البسط ايش؟ مش صفر عدد. نوضح هذا الحكي في مثال. For example, find or for y equal f of x يساوي 2x square زائد 1 على x تربيع ناقص 25. مطلوب find all asymptotes. بعدين نشوف كيف بدنا نستعين بهذه الشغله مشان ايش؟ اني احاول ارسم المنحنى. Then sketch a possible graph. يعني possible معناه لانه ممكن مرات انا ما وضحتش، هسه بوضح كيف الاسيمتوت اللي بيكون horizontally كيف المنحنى بيكون، هسه بحكي عنه. بس نحكي عن هذا المنحنى. اول حاجه عندي الليمت للواي لما الاكس تقترب من المالانهايه، شو تساوي هاي؟ محل الواي شو بدي احط؟ 2 اكس تربيع زائد 1 على اكس تربيع ناقص 25، شو تساوي هاي؟ راح تطلع تساوي 2، مظبوط؟
تفصل ولا فيش داعي؟ فيش داعي، لأن بدي أعوض محل الواي هذا المقدار، والقوة في البسط يساوي القوة في المقام، فاثنين على واحد يساوي اثنين. إذا من هذه الملاحظة أصلا شو الاستنتاج هان؟ إنه واي يساوي اثنين لأنه الإكس ارتبط مع المعنى، إذا بحكي عن الواي. ما تقول لي اثنين إز أسمتوت، شو اثنين؟ هل إكس يساوي اثنين ولا واي يساوي اثنين ولا زد يساوي اثنين ولا خمسة إكس زاد واحد يساوي اثنين؟ يعني لازم تحدد شو يساوي اثنين. نعم؟ بسبب، خلينا توضيح ليش، السبب إنه ليميت as x approaches infinity للواي، محل الواي يساوي 2 x تربيع زائد 1 على x تربيع ناقص 25. هسا الأسئلة احنا اللي اخذناها، ما دام القوة في البسط يساوي القوة في المقام، او بقسم الجميع على x تربيع، شو بطلع الجواب عندي هان؟ نعم بطلع هان 2 على 1 وتساوي. اذا y يساوي 2 asymptote وال y يساوي 2 يوازي محور السينات، اذا horizontal. احيانا ايضا باخذ الليميت as لسه كمان as y goes to minus infinity، كان راح يطلع الجواب ايضا نفسه ايش؟ 2، فراح يعطيني نفس الانتاج. احيانا زي المثال اللي اخذناه قبل شويه اللي هو القيمه الجذر التربيعي ل 2 اكس تربيع زائد 1 زائد اكس على اكس ناقص 1، طلع الانفينيتي على اليمين جواب وعلى الشمال جواب، راح يكون في عندي 2 اسيمتوتس، واحد في جهه الانفينيتي واحد في جهه ايش؟ سالب الانفينيتي. ايضا يعني هذا بعطيني انه لما اروح للانفينيتي واي تقترب من الاثنين، ولما اروح لمين؟ لاكس سالب الانفينيتي ايضا الواي تقترب من الاثنين. طيب الان مشان الاسمبتوت الثاني بدي الان شو الليمت؟ خلينا بنكتب بالاحمر هسه، هي هذا هيك، نيجي بالاحمر شو الليمت؟ بدي للواي لما اكس تقترب الان من عدد يساوي انفينيتي، زاد انفينيتي او ناقص انفينيتي، في عندي الخمسه وعندي السالب خمسه. يعني لو جيت للخمسه هسه محل الواي شو بدي اعوض؟ خمسه، شو راح يصير البسط؟ خمسه تربيع 25 في 2 ب 50 زاد 1 51، والمقام صفر. إذا أصفار المقام بس بشرط ما يكونش صفر على صفر، لأنه صفر على صفر كمية غير معينة ممكن يطلع الجواب 4. اللي عادة الأصفار المقام اللي بتعمل البسط لا يساوي صفر عدد، اللي هي هان ممكن نحطها على شكل هسه بنحطها كملاحظة، حطها عندك أنت اكتبها، اللي هي أصفار المقام بس بشرط إنه البسط ما يكونش صفر، أن تعويض هذا القيمة. ماشي. طيب أيضا شو الليمت؟ الآن مضطر أنا أشوف 5 from the right وأشوف الليمت للواي as x approaches 5 from the left. الآن لما x تقترب للخمسة من اليمين والشمال أحيانا بتكون plus infinity وأحيانا بتكون الجواب minus infinity. كيف بدي أعرف إنها plus infinity الجواب الليمت أو minus infinity؟ أسهل طريقة التالية، اللي هي أنا عارف إنها infinity بس ضل أعين إيش؟ الإشارة. فمشان الإشارة باخذ رقم وبعوضه في الكسر وبشوف شو إشارة الكسر. يعني مثلا للخمسة من اليمين راح اخذ 5 و10، باجي بعوض في وين؟ محل الواي. فهنا 2 × 5 و10 تربيع زائد 1 راح يكون كله ايش؟ موجب. على 5 و10 تربيع
أكبر من 25 بشوية، ناقص 25 بدي يكون إيش؟ موجب. إذن هذا راح تكون عندي إيش؟ موجب بلس إنفينيتي. الآن لو أخذنا 5 من الشمال اللي هي 4 و9 عشر، البسط راح يكون موجب، والمقام أقل من 25 ناقص 25 راح يطلع إيش عندي هنا؟ سالب. هذه الموجب إنفينيتي وسالب إنفينيتي بتفيدني في عملية الرسم كمان شوي. إذا عندنا هنا من التنتين بنقول x يساوي 5 is asymptote. طبعا لأنه يوازي محور الصادات إذا راح يكون إيش عندي؟ vertical. فلما اقترب للخمسة من اليمين راح تكون جاي المنحنى جاي فوق بهذا الشكل، ومن الشمال راح يكون عندي عند السالب انفينيتي. ماشي بس خلينا نكمل الثانية. أيضا الليمت كذلك، الليمت للواي لما الإكس تقترب للسالب 5 من اليمين، والليمت للواي لما إكس تقترب للسالب 5 من الشمال. أيضا الجهتين راح يعطوني إنفينيتي، لأن التنتين راح يعطوني المقام 0 والبسط عدد. مشان أحدد الإشارة الآن زائد أو ناقص إنفينيتي، ناقص 5 من اليمين يعني ناقص 4 و9 عشر. فالناقص 4 و9 عشر تربيع راح يكون عندي سالب، وعند الناقص 5 من الشمال، شمال الناقص 5 ناقص 25، لما ربحها ناقص 25 تربيع موجب أكبر من 25 هتكون عندي إيش؟ موجب. إذا في استفسار اسأله أحسن، هنا أنا بجاوبك. يمكن في تساؤلات لناس ثانيين عندك، تفضل يا هسه بحكي عنها بس دقيقة. معامل البسط اكبر من معامل المقام في الاكس. نعم، معامل البسط اكبر من معامل المقام، معامل الانفينيتي لما الاكس تقترب من ما لا نهايه بكون معامل البسط، اذا معامل البسط اكبر من معامل المقام. لو حكينا هان في فرق بين الاكس تقترب من ما لا نهايه وبين الاكس تقترب من 5 مثلا. اذا الاكس تقترب من 5 فكره قوه البسط والمقام ما لهاش علاقه في الموضوع. الآن خلينا أركز على الملاحظة سألت عنها، لأنه ظل بالكو يعني منشغل فيها. جيب مثال وين في أصفار المقام لكنها مش أسمتوت. شوف مثلا هذا المثال بسيط هيك. لو كان عندي y يساوي مثلا x تربيع ناقص 5x على x تربيع ناقص 25. هسه شو اصفار المقام؟ الخمسة والسالب 5. طيب لو عوضنا 5 شو بصير البسط؟ اصلا البسط عبارة عن ايش؟ x في x ناقص 5، والمقام x ناقص 5 في x زائد. هسا لو جينا عوضنا اكس يساوي 5 بيطلع الجواب قيمة واي ما لا نهاية؟ لا. لو عوضنا 5 بيطلع عندي ايش؟ 0 على 0. اصلا لو انا سألت في هذا السؤال شو الليمت للواي لما الاكس تقترب من 5؟ بنعوض بيطلع 0 على 0، بنختصر هاي مع هاي، بعدين بنعوض شو بيطلع الجواب؟ 5 على 10 اللي هي نص. هذه شو راح تعطيني؟ عند الخمسة الاقتران غير معرف راح يكون دائرة صغيرة عند النص، منحنى جاي من هنا ومنحنى جاي من هنا، مش أسمتوت. الأسمتوت هي اللي بتعمل للمقام صفر بس بدون ما يكون البسط صفر. هذا المثال عند الإكس يساوي 5 مش أسمتوت. ليش؟
لأن عملية البسط صفر كمان، فصار صفر على صفر مش عدد على صفر. لكن عند الإكس يساوي سالب خمسة، في أسمتوت، لأنه بصير عندي سالب خمسة والمقام طلع عندي صفر. واضح؟ مثال أعيده. فلذلك كيف أنا برسم هذا المنحنى مثلا؟ باجي بأنسى هذا شوية، يعني هذا الحد اللي هو مش أسمتوت كأنه بخليه يشطب مع بعضه، شو بضل عندي؟ X على X زائد 5. ففي عندي خط تقارب أفقي وخط تقارب عمودي، وبنسى هذا القوس تماما. بعد ما كمل الرسمة شو باجي بقول؟ عندي الـ X يساوي 5، الاقتران شماله غير معرف، بروح على الرسمة ومقابل 5 شو باجي بعمل؟ برسم دائرة صغيرة. نفس الاشي لما كنا نرسم، بس دمحها هسه الملاحظة هذا، لما كنا نرسم Y يساوي X زائد 2 في X ناقص 2 على X ناقص 2. أصلا هذا عبارة عن إيش؟ المنحنى أو المعادلة. انسى هذا، بروح مع هذا، عبارة عن إيش؟ Y يساوي X زائد 2 هو عبارة عن خط مستقيم، ترسم Y يساوي X زائد 2. بس شو بيختلف هذا المنحنى عن X زائد 2؟ يعني شو بيختلف هذا المنحنى عن Y يساوي X زائد 2؟ هذا عند الاثنين قيمة المنحنى 4، وهذا عند المنحنى شو قيمة؟ غير مش معرف عند الاثنين. فده شو بنعمل احنا عادة؟ بنرسم ال Y يساوي X زائد 2، بعدين نيجي عليه مقابل النقطة 2 اللي هي الاقتران غير معرف، بمحاها وبخلي هناك دائرة. متذكرين؟ هذا أمثلة. هسا في الأسمتوتس هذول بنعمل نفس الإشي، بنسى هذول التنتين وبرسم اللي هو X على X زائد 5، بكون فيها أسمتوت، كل الشغل تمام. ثم بعد ما خلص الشغل باجي بقول بس المنحنى اللي معانا بيختلف عن هذا اللي رسمته، إنه عند الخمسة غير معرف، فمقابل الخمسة في الرسمة بعمل دائرة صغيرة. غير معرف لما X بتروح للسالب خمسة صح؟ لخمسة. عند الخمسة يمينها وشمالها، فراح تكون عندي دائرة صغيرة. واضحة فكرة الجذور في المقام. طيب، بدي أمحي هذا مشان أكمل. طيب خلينا الآن للصفحة اللي بعدها، بس ننقل المنحنى أنا وأشوف كيف بدي أرسمه. هنا عندنا كان المنحنى Y يساوي F للX، عندكم المعلومات موجودة اكتبوها الشاي، بس أنا على أساس نبدأ فيها، اللي هي X سكوير بلس 1 ولا 2X سكوير؟ 2X سكوير زائد 1 على X سكوير ناقص 25. هاي ال X، هاي ال Y. خطوط التقارب طلعوا لنا ايش؟ X يساوي Y يساوي 2. هذا Y يساوي 2. شو عندنا كمان طلع؟ عندنا X يساوي 5. هذا عند الخمسة، هذا عند X أيضا سالب 5. طيب شوف المعلومات اللي أخذناها من السابقة. لما اقترب للخمسة من اليمين شو كانت الليمت؟ ما لا نهاية. اذا هاي الخمسة وهاي اليمين بطلع فوق، اذا المنحنى راح يجي كيف تكملت؟ وهسه بعتمد على بقية المعلومات. طيب لما اقتربت للخمسة من الشمال شو قيمة واي طلعت؟ الليمت طلع عندكم سالب انفينيتي. هاي خمسة وهاي شمال، هاي سالب انفينيتي جايها. المنحنى راح يكون جاي بهذا الشكل. حتى يكون اسمتوت زي ما حكيت بدك يعني هو يقترب من الخمسة، يعني بدأ يقترب بده يكون جاي بهذا الشكل. طيب الآن لما اقترب للسالب خمسة من اليمين سالب ما لا نهاية، معناها بيكون جاي هيك سالب ما جاي هيك. لما اقترب للسالب خمسة من الشمال موجب ما لا نهاية، معناها بيكون جاي هيك. إذن هذه
معلومة أنه اقترب للخمسة من الشمال واليمين أعطتني هذه المعلومات. الآن لما يروح للمالة نهاية، هسا إكس بتروح للمالة نهاية، قيمة واي بتقترب من وين؟ من اثنين. فهذا بصير عملية اقتراب. فلما راح للإكس مالة نهاية اقترب من اثنين، ولما إكس اقتربت من سالب مالة نهاية أيضا اقتربت، لا لا اقتربت ايضا من الاثنين، اقتربت من الاثنين موجبه كانت نفسها. الان طبعا ظل هذا الجزء، هاي بنحنا مشان اوصلهم مع بعضهم بده يكون في عندي عند مثلا عند الاكس يساوي صفر، شو قيمه واي؟ عند الاكس صفر ناقص واحد ناقص 25 راح يكون جاي تقريبا ها. فيعني المنحنى مشان نكمله، طبعا هذا الاقتران متصل ما عدا عند الخمسة وعند السالب خمسة، تكون هذه رسمة، رسمة المنحنى واي يساوي 2 اكس تربيع زائد 1 على اكس تربيع ناقص 25، مع الملاحظة التالية، حطيت كلمة a possible graph. هسا ال vertical asymptote لا يمكن المنحنى يقطعه أو يصيبه، ال vertical asymptote ممكن. كيف ممكن؟ الآن إحنا بنقول إنه هذا أسمتوت، إنه المنحنى، يعني بس مشان أوضح هذه الفكرة، هذا لو كان أسمتوت بالأحمر، هذا أسمتوت. الآن ممكن المنحنى يكون جاي بهذا الشكل، هذا المنحنى شو بعطوني المعلومة؟ انه لما الاكس تقترب من المالة نهاية، لما الاكس تقترب من النهاية يقترب مثلا من قيمة اثنين، بس ممكن قبل المالة نهاية يقطع مرة مرتين ثلاثة. الان شو عادة اللي بحددها؟ بحددها المشتقة الاولى اذا كان في عندي قيمة صغرى محلية، يعني اذا كان في عندي قيم هنا صغرى وعظمى محلية مثلا عند الخمسة وعند السبعة عند العشرة عند 12 لازم اعملها، بس في النهاية لما الاكس تقترب من مالة نهاية المنحنى يقترب من الخط، فهان يعني ممكن احيانا يقطعه بس في النهايه يقترب ايش منه، لانه هذا الليمت تكون لما الاكس تقترب للمال نهايه مش عند العشرة ولا عند المية، عندما يكون عدد ايش كبير جدا. فاحنا لانه بنعرفش لسه ما اخذناش ما وجدناش وين في مشتقه اولى او مشتقه ثانيه، المشتقه الاولى اللي بتحدد اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم بقدرش احدد الان، فلذلك انا قلت المنحنى اجى منها، يعني ممكن نعمل منحنى ليطلع هيك بعدين يطلع ويكمل، او يطلع هيك بعدين يطلع فوق بعدين شو عمل؟ يصير عملية الاقتراب من اعلى. نعم لما الاكس تقترب من الانفينيتي، هسه لما الاكس تقترب من الانفينيتي شو قيمة واي؟ تقترب من ايش؟ من اثنين. احيانا تكون اثنين من اعلى اكبر من اثنين، ومرات بكون ايش؟ من اقل من. طيب في عندنا هيك ظل بس ثلاث دقائق، بدي اعطي مثال. الفيرتيكال لما يكون حاجه فيرتيكال مش راح يقطعها، بس الهوريزونتال ممكن يقطعه، بس عند الانفينيتي بقطعوش ولا عند السالب. مثال سريع هيك، سكتش اجراف satisfies. أنا هسه بدي أحط الشروط زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت، حطينا مجموعة الشروط، كل مرة بزيد الشروط على حسب معرفتنا بالأوضاع الجديدة. لو كان عندي F للصفر يساوي 3، limit للإف للإكس أو محل اف اوف اكس بنحط واي مش مشكلة، لما الاكس تقترب للصفر من اليمين يساوي 4، الليمت محل الواي اف اوف اكس بدي احط واي ما راح تأثر، لما الاكس تقترب للصفر من الشمال يساوي 2، الليمت للواي لما الاكس تقترب من المالا نهاية
يساوي مثلا 1، الليمت للواي لما الاكس تقترب من السالب ما لا نهاية يساوي 5، الليمت للواي لما الاكس تقترب ل2 من الموجب يساوي سالب ما لا نهاية، والليمت للواي لما اكس تقترب ل2 من السالب يساوي موجب ما لا نهاية. حابب بدي ارسم رسمه سريعه انا لانه فيش ضل وقت، طلعوا معي. شو في عندنا خطوط التقارب على السريع؟ اكس انفينيتي واي يساوي 1، واي يساوي 1 مستقيم يوازي محور السينات، لانه الان لمين جاي هذه؟ اكس تقترب من جهه المالانهايه، وفي عندي لما اكس تقترب من السالب مالانهايه الواي يساوي 5، فلذلك وكانه في عندي على هذه الجهه في عندي خط تقارب اللي هو عند ال واي يساوي 1، يعني عند الواحد ها هذا واي يساوي 1، وعند السالب ما لا نهاية عندي ايش؟ واي يساوي 5، هذا واي يساوي 5. وعندي ايضا شو في خط تقارب ثاني؟ عند ما تقترب اكس من 2 في عندي واي انفينيتي، اذا عندي 2، هذا واي يساوي 2. فنبدا الان وحطينا هذول الاساسيات، اكس يساوي 2، اسف هذا اكس يساوي 2. طبعا نبدا في المعلومات، اف لس 0 يساوي 3، يعني هنا 1 وهنا 5، هاي الثلاث. لما اقترب للصفر من اليمين 4، باجي على الصفر وعلى اللي بحط 4 وبطلع خط هيك، خط دائرة عند الأربعة بتروح هيك. الآن عندما اقترب الصفر من الشمال 2، بحط عند 2 دائرة وبتروح للصفر من الشمال. الآن أشوف اللي لما اقترب من 2 على 2 من الشمال موجب ما لا نهاية، معناه هذا المنحنى بدي يجي هيك. لو كان سالب ما لا نهاية شو بدي اعمل؟ بدي اجي تحت. طيب لا، 2 من اليمين سالب ما لا نهاية، هاي 2 وهاي اليمين شو بدي يكون جاي؟ هان هيك. مع لما يقترب من ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية، لما اكس تقترب من النهاية بدي يقترب من الواحد، معناها بدي يقترب من احنا هيك. ولما يقترب الان هذا الجزء، لما يقترب من السالب ما لا نهاية بدي اجي للخمسة، مضطر اعمل هيك واجي هيك، يكون هذا رسمة المنحنى اللي بحقق هذول الشروط. ماشي، اذا هذه الفكرة، فكرتين كنا ماخذينهم اول، هذه الفكرة يعني جديدة. بتقرأوها هيك تجربوها لحالكم مرة ثانية، ويعني نكتفي من الوقت انتهى. يعطيكم العافية.